21 من سبتمبر ذكرى الانقلاب الحوثي، 7 سنوات من انتهاكات الميليشيات بحق اليمنيين. واشنطن تؤكد ضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار. ندوة حقوقية تسلط الضوء على عنصرية الميليشيات الحوثية واستغلالها اليمنيين خدمة لأفكار إيرانية. أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة التي سنخصصها لليمن. في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات أفاق اليمنيون على واقع مختلف، واقع مثل نقطة تحول في تاريخ البلاد. انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية واقتحامها مؤسسات الدولة لم يكن إلا البداية التي أدخلت اليمن وملايين اليمنيين في نفق مظلم. 21 من سبتمبر ذكرى اجتياح ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء عام 2014، يطلق عليه يمنيون نكبة اليمن في إشارة إلى ما تسبب به الانقلاب الحوثي من ضرر على اليمن واليمنيين اقتصاديا واجتماعيا وفكريا، إضافة إلى إشعال حرب تسببت في قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف من الأسر. نكبة 21 سبتمبر بالنسبة لليمنيين مثلت منعطفا خطيرا بإعادة اليمنيين لعصور التخلف والظلام وعصر المجاعات وما إلى ذلك، بعد أن كان اليمنيين قد قطعوا شوطا كبيرا في الحوار والدماء، وجاءت هذه النكبة لتخلط الأوراق وتضع الشعب تمام وتفتح له أزمات. آخر هذه النكبات إعدام 9 من المعتقلين تحت تهمة باطلة ودون محاكمات عادلة ونسبت إليهم تهم، أحدهم قاصر. 21 سبتمبر ما يراه الشعب اليمني فيه فهو أسوأ اليوم المشؤوم أو اليوم الأسود على الشعب اليمني الذي حل عليه بجميع الكوارث. الانقلاب الحوثي أعاد اليمن إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر.
إلى أيام الجهل والتجهيل أيام الإمامية، ويريد أن يعيد اليمن إلى ذلك التاريخ. حقيقة هذا اليوم أسوأ كارثة وأسوأ نكبة في تاريخ الشعب اليمني، كونه حطم آمال اليمنيين التي أجمعوا عليها كاملة، منها مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، والتي أوصلت الشعب اليمني إلى توافق سياسي لجميع الأحزاب، لجميع المنظمات، المجتمع المدني، لجميع القوى السياسية. بسبب الانقلاب حق الحوثيين سببوا لنا احنا ازمه، سببوا يعني المآسي، سببوا لنا احنا الدمار، قتلوا اولادنا واطفالنا ونساءنا، يعني اليمن والحصار حاصروا احنا يعني ولا خلوا لنا اي مجال يعني نعيشه. اليوم يحتفلون الحوثاء بنكبه اليمن وبانقلابهم على الشرعيه محافظه تعز، محاصر منذ 7 سنوات ونحن نشاهد الويلات. إذن 21 من سبتمبر تاريخ أسود لن يمحى من ذاكرة اليمنيين الذين أطلقوا هاشتاغ نكبة اليمن في رد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على احتفالات ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بذكرى انقلابها عام 2014، إذ نستذكر أبرز الأحداث منذ ذلك العام. في العام 2014 استولت الميليشيات الحوثية على مفاصل الدولة المدنية والعسكرية وعلى القرار السياسي في اليمن. في 21 من سبتمبر في 2014 سيطرت الميليشيات الحوثية على مؤسسات أمنية ومعسكرات ووزارات حكومية دون مقاومة وسط تخاذل سياسي. في ذات اليوم وبعد تصعيد كبير جرى التوقيع على ما سمي باتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة، والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد بحاح ضمت للمرة الأولى ممثلين عن الحوثيين، بعد أن أحكمت الميليشيات سيطرتها على مطار صنعاء وميناء الحديدة منتصف أكتوبر من نفس العام، فتحت خطا مباشرا مع إيران عبر اتفاقات منها ما يقضي بتسيير 14 رحلة جوية بين صنعاء وطهران. ورغم الاتفاق وضع المسلحون الحوثيون الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومعظم الوزراء تحت الإقامة الجبرية في صنعاء. كما أصدر الحوثيون عام 2015 ما أسموه بالإعلان الدستوري في 6 فبراير والذي كرس سلطة الإنقلابيين، ثم أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بياناً يصف فيه عبد رب منصور هادي بالرئيس الشرعي داعياً جميع الأطراف وبالذات الحوثيين إلى الانخراط في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. لم تنجح المفاوضات، وفي 26 من مارس في 2015 سيطرت الميليشيات الحوثية على عدن التي غادرها الرئيس هادي إلى السعودية بناء على طلب من الرئيس هادي والحكومة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عاصفة الحزم العسكرية ضد الإنقلابيين. فجر اليوم التالي قامت طائرات التحالف بقصف أهداف عسكرية تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء وعدد من المدن اليمنية. نجحت عاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل في طرد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من مناطق واسعة منها محافظات جنوب البلاد ومناطق في الساحل الغربي. 7 سنوات من النكبة التي ألحقتها ميليشيا الحوثي بالبلاد بالشمال وبالجنوب، 7 سنوات من المعاناة والتشريد والنزوح والقتل والإعدامات الميدانية وتفجير المنازل. تغير وضع اليمنيين منذ 21 سبتمبر 2014 عندما سيطرت هذه الميليشيا على البلاد ونفذت انقلابها، كما كل مواطن اليوم يلمس هذه المعاناة، سواء كذلك لمن هم داخل البلاد أو من نزحوا وتشردوا عنها. أعتقد أنه آل الأوان يتكاتف الجميع ضد هذه الميليشيا لوقف هذا العبث، وسبع سنوات كافية من المعاناة. طبعا 21 سبتمبر 2014 هو كان تاريخ مشؤوم، أعتقد في تاريخ اليمن حول اليمن بشكل كامل إلى 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 يعني بلد مدمر منهار، أعاد البلد هذا إلى أكثر من 60 سنة أو 70 سنة للخلف. يعني هذا الانقلاب له تبعات كبيرة جدا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام. لاحظ تقرع المواطن اقتصاديا، يعني ظهرت أشكال الفقر بأنواعها المختلفة، المدقع، الفقر المدقع، ونلاحظ أيضا المجاعات الموجودة في اليمن، ونلاحظ أنها ضربت في أطناب المجتمع، في عمق المجتمع هذه.
يعني أخذت الآن، يعني تلاحظ الآن، الآن خلاص أصبحت الآن الخراج اللي هو بيكون يشله من الناس 20%. طبعا انقلابها على الدستور والشرعية الدستورية هذا أثر تأثير كبير على الاقتصاد اليمني وعلى المواطن بشكل عام بالشعب اليمني، وهو من يعاني من نكبات وأزمات حالية تحصل في شمال اليمن وجنوبه. منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة لم يرى هذا البلد النور. نحن منذ 7 سنوات ونحن في صراع وحروب ودماء ودمار، ويبدو بأن البلد لن يرى النور قريبا بسبب إجرام هذه الجماعة وحرصها على لغة الحرب والدمار والموت. من القاهرة ينضم إلينا بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة. أهلا بك معنا سيد بليغ. سيد بليغ، خلال 7 سنوات كيف تغير وجه اليمن، اليمن السعيد الذي دائما ما نسمع بأنه اليمن السعيد، وماذا يعني أحدثت الميليشيات الحوثية بالنسبة لحجم الضرر على المدنيين وعلى أيضا المؤسسات العامة في الدولة؟ نعم، مساء الخير أولا أستاذة تاني لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة نحن نتحدث اليوم عن ذكرى نكبة قاسية في تاريخ اليمن الحديث. نتحدث عن ذكرى الانقلاب على كل التوافقات السياسية التي تمت، سواء التوافقات المحلية أو تلك التي كانت مدعومة بمرجعيات إقليمية أو دولية، وتم الانقلاب عليها من قبل هذه الميليشيات في يوم 21 من سبتمبر في العام 2014. بالتأكيد ما تسبب في هذا الانقلاب من أضرار على الشعب اليمني وعلى الدولة اليمنية كان كبيرا جدا. يعني نتحدث عن واحدة من دول الديمقراطيات الناشئة في العالم، نتحدث عن واحدة من أهم تجارب التعددية السياسية في المنطقة العربية. هذا الانقلاب أودى بكل ما بناه اليمنيون وبكل نضالات الحركة الوطنية اليمنية منذ 50ينيات القرن الماضي وحتى ما بعد العام 2011، والتوافقات التي حصلت والتراكم الذي حصل، سواء على مسألة النظام الجمهوري، في مسألة بناء مؤسسات الدولة، في مسألة الحقوق والحريات. كل هذا التقدم الذي حصل نسبته هذه الميليشيات بانقلابها. ناهيك بالتأكيد عن الأضرار التي حدثت على المجتمع. نحن نتحدث اليوم عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. نتحدث عن بنية تحتية مدمرة، ربما مئات المليارات من الدولارات لا تكفي لتعويضها. نتحدث عن، وهو الأهم، ما حدث من تمزيق للنسيج المجتمعي اليمني نتيجة الأفكار الطائفية التي أدخلت هذه الميليشيات. نتحدث عن جيل من اليمنيين يعني إذا ستحتاج الدولة لعقود من أجل إصلاح ما تعرض له من أضرار. نحن نتحدث الآن عن جيل حقنته هذه الميليشيات وملايين الأطفال حقنتهم بأفكارها الطائفية. نتحدث عن أكثر من 3 مليون طفل تسربوا من نظام التعليم خلال هذه المرحلة، وبالتالي نحن نتحدث عن 3 مليون أمي، معظمهم من الشباب، سيكونون بالتأكيد عرضة للتجيش وللتجنيد من قبل كل الحركات المتطرفة. هذه كارثة كبيرة جدا حلت بالشعب اليمني منذ 21 سبتمبر وحتى الآن. إذا ما تحدثنا حتى على المستوى الحقوقي، يعني عندما نتحدث في مسألة الانتهاكات حقوق الإنسان، لم يعد هناك حق من حقوق الإنسان إلا وقامت هذه الميليشيات بانتهاكه ابتداء من الحق في الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نتحدث اليوم عن منظومة اقتصادية تم تدميرها بمنهجية من أجل تأسيس اقتصاد حرب موازي لاقتصاد الدولة تستفيد وتقتات منه الميليشيات وزعماء يعني وتجار حربها منذ العام 2014 وحتى الآن. هناك الكثير ممن أثروا على حساب الشعب اليمني، ممن لم يكونوا يمتلكون قوت يومهم. هناك شبكات مصالح تأسست وهي الآن تقتات على يعني على مقدرات الشعب اليمني وعلى دمائه أيضا. يعني نحن نتحدث عن كارثة حقيقية حلت بهذا البلد منذ 21 سبتمبر 2014 وحتى اليوم. إذا ما تحدثنا عن عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كيف لعاصفة الحزم أن كبحت جماح الميليشيات الحوثية وقطعت عليها مشروعها التوسعي بإعاز إيراني؟ يعني بالتأكيد أن هذه النكبة هي كان الهدف منها تسليم واحدة من أهم مناطق، من أهم يعني دول المنطقة وأكثرها أهمية جغرافية واستراتيجية لإيران. يعني دعينا نتخيل تهاني ماذا لو كانت هذه الميليشيات تمكنت من السيطرة أو من استمرار أو من إحكام سيطرتها على اليمن كاملة واستمرت تحكم اليمن بشواطئها الواسعة وبمنافذها البحرية. ما هو حجم التهديد الذي كان سيتعرض له
العالم والإقليم من هذه الميليشيات. بالتأكيد أن عاصفة الحزم والتحالف العربي لدعم الشرعية قد تمكنوا من استعادة أو تحرير معظم أراضي الجمهورية اليمنية، وبالتأكيد هذا كبح أو أوقف المشروع الإيراني في اليمن، والذي بالتأكيد المشروع الإيراني لا يهدف إلى اليمن فقط، ولكنه يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد العالم وابتزاز المجتمع الدولي أجمع. وبالتالي يعني بالتأكيد بأن التحالف العربي من خلال عاصفة الحزم تمكن من إيقاف هذا التمدد وتمكن من حصر الميليشيات بالتأكيد في مناطق المرتفعات الشمالية، لكن دعينا نكون صريحين أنه لا زالت أو لا زال تأثير هذه الميليشيات قائما ولا زال تهديداتها قائمة، خاصة في ظل استمرار سيطرتها على بعض أجزاء الساحل الغربي. هي تتمكن الآن من تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، تتمكن قدراتها العسكرية تطورت خلال السنوات السبع الماضية بسبب دعم إيران لها، وللأسف الشديد هي استخدمت أيضا المعاناة الإنسانية من أجل تطوير قدراتها العسكرية ومن أجل يعني للابتزاز السياسي سواء للمجتمع الدولي أو للإقليم. وتمكنت هذه الميليشيات بالتأكيد من تطوير قدراتها العسكرية خلال السبع سنوات مستفيدة من الدعم والخبرات الإيرانية، وهي الآن لا زالت تشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للداخل اليمني وإنما أيضا للإقليم وللمجتمع الدولي أجمع. طيب هل يعني هل ممكن أن نشهد هناك تحرك جاد وحازم من المجتمع الدولي، خصوصا بعد الخطوة الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة، رفعت اسم الميليشيات الحوثية من قائمة المنظمات الإرهابية وأرسلت مبعوث أمريكي؟ هل تعتقد بأنه قد تكون هناك يعني خطى إيجابية واضحة من المجتمع الدولي فيما يخص الأزمة اليمنية؟ من يعني أنا أعتقد تماما أنه كان هناك تقييم خاطئ من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة عندما قامت برفع أو تقديرات خاطئة عندما قامت برفع هذه الميليشيات من قائمة الإرهاب. ربما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه برفع هذه الميليشيات من قوائم الإرهاب فإنها ستتمكن من التحاور معها والتوصل أو إحداث اختراقات في جدار العملية السياسية، وتحديدا بعدما تم تعيين مبعوث أمريكي لليمن. لكن أثبتت التجربة من خلال الفترة الماضية ومنذ تعيين المبعوث الأمريكي سيد تيملين دركينج وحتى الآن بأن هذه الميليشيات لا تؤمن أصلا بفكرة السلام، بل على العكس من ذلك هي تستغل كل مبادرات وجهود السلام وكل الهدن الإنسانية من أجل تحقيق أو تغيير موازين القوى على الأرض. ويعني وقامت أو فهمت رفع العقوبات الأمريكية ورفع اسمها أو شطب اسمها من قائمة الإرهاب بطريقة خاطئة وعكسية تماما، واعتقدت أنه ضعف من قبل المجتمع الدولي، وهي اليوم يعني تصعد من عملياتها العسكرية في مارب في أكثر من محافظة، وفي ظل الجهود التي تبذل من قبل المبعوثين الأممي والأمريكي سواء المبعوث السابق أو المبعوث الجديد، وكل المبادرات التي قدمت خلال الفترة الماضية سواء المبادرة السعودية والإعلان المشترك الذي كان أعلن عنه المبعوث السابق مارتن جريفيث والوساطة العمانية والجهود الإيجابية التي قادتها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية، كل هذه المبادرات والجهود قوبلت بالرفض من قبل الحوثيين. وبالتالي يفترض اليوم بالمجتمع الدولي أن يدرك تماما أن هذه الميليشيات لا يمكن أن تجنح إلى السلام، وبالتالي لابد من استخدام الوسائل الأخرى للضغط عليها من أجل تحقيق السلام أو دعم الحكومة الشرعية، وخاصة وتحديدا يعني دعم الحكومة الشرعية في تواجدها سواء في المناطق المحررة في مسألة يعني دعم تنفيذ اتفاق الرياض من أجل توحيد كل الجهود والإمكانات لمحاربة هذه الميليشيات. طيب سيد بليغ، ذلك ستظل تشكل خطرا كما قلت على الجميع. سيد بليغ، ما هي الأدوات التي يمتلكها المجتمع الدولي إذا ما تحدثنا بعيدا عن الدبلوماسية للضغط على الميليشيا الحوثية؟ هل تتوقع أنه فقط يكون المسار العسكري هو الحل بعد السيطرة، بعد تقريبا أغلب مناطق اليمن مسيطرة عليها الميليشيا الحوثية؟ هو بالتأكيد يعني هناك أكثر من وسيلة لدى المجتمع الدولي، ليست الدبلوماسية فقط، لكن هناك مسألة العزل السياسي، هناك مسألة العقوبات الاقتصادية، هناك مسألة الإدراك في قوائم الإرهاب، هناك الضغط السياسي على حلفاء هذه الميليشيات وداعميها، هناك يعني الكثير من الوسائل التي يمتلكها المجتمع الدولي، وهناك كما قلت وهي الوسيلة الأهم هي مسألة دعم الحكومة الشرعية في كيفية إدارة المناطق المحررة، في كيفية يعني تدعيم الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها وتوحيد من أجل توحيد كافة الجهود لمواجهة هذه الميليشيات عسكريا. وأنا أقول أن اتفاق الرياض ربما كان قد شكل واحدة من أبرز الوسائل لتوحيد كافة جهود القوى المناوية لهذا الانقلاب من أجل تجميع طاقتها وتوحيدها في مواجهة هذا العدو الأوحد لليمنيين. للأسف الشديد هذا الاتفاق حتى الآن لم يطبق، وأعتقد أنه يفترض ومن يعني على المجتمع الدولي
أن يقوم بدعم هذه الخطوة أولا من أجل تمكين الحكومة من توحيد طاقاتها وفي مواجهة هذا العدو سواء عسكريا أو سياسيا؟ كيف يدعم الحكومة إذا كان هناك أعضاء من الحكومة لا يثقون ببعضهم البعض حتى يتم على الأقل تنفيذ اتفاق الرياض؟ أقرب مثال يعني، إذا المجتمع الدولي إيش ممكن يعمل على أساس ويدعم الحكومة؟ بالتأكيد أنا أتحدث عن دعم تنفيذ اتفاق الرياض. كيف يتم دعم تنفيذ اتفاق ممكن الرياض؟ ممكن يفرضوا عقوبات على المعارضين من يعني هل الرياض. هذا الأمر ممكن تطالب به مثلا، يطالب به مثلا الرئيس هادي أو الأعضاء المسؤولين؟ هل ممكن يطالبون مثلا من المجتمع الدولي فرض عقوبات على الأشخاص المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض؟ لأنه هو المفتاح، يعني المجتمع الدولي كيف رح يدعم الحكومة إذا هي ما هي متفقة؟ بالتأكيد، لكن أعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. لا تزال هناك الكثير من الوسائل التي يمكن استخدامها سواء من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الإقليم لتشجيع أطراف اتفاق الرياض على استكمال تنفيذ هذا الاتفاق. لا أعتقد أننا قد وصلنا إلى هذه المرحلة التي يفترض يعني أو إلى المطالبة إلى حد فرض العقوبات على معرقلي الاتفاق. لا أعتقد، يعني أعتقد أن هناك تباينات في وجهات النظر، لكن لا تزال هناك الكثير من الآليات والطرق التي يمكن من خلالها تشجيع الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق. وأعتقد أن الإقليم وخاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والأصدقاء في مجلس الأمن وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لديهم وهي الرباعية التي كانت تعمل من أجل مسألة على ملف الملف اليمني، أعتقد أن في جعبتهم الكثير من الوسائل التي بإمكانهم من خلالها أن يشجعوا الأطراف على تنفيذ الاتفاق. شكرا جزيلا من القاهرة بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة. هذه الساعة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. ميليشيات الحوثي تمنح أهالي التسعة الذين أعدمتهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم. بكم مشاهدين من جديد. دعت واشنطن الميليشيات الحوثية إلى وقف العمليات العسكرية والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار. المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، وخلال لقائه اليوم سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني، قال إن تجنيد الحوثيين للأطفال والتصعيد العسكري ممارسات تقوض جهود السلام. من جهته أكد البركاني أن الحكومة جاهزة للسلام، فيما جماعة الحوثي لا تزال تتعمد تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في الحرب، مشيدا بالموقف الأمريكي في حماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن. كشف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الحوثيين منحوا أهالي التسعة الذين أعدموهم مهلة
لإخلاء منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الممارسات العقابية التي ينتهجها الحوثيون بحق أهالي التسعة تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية. على هامش أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، استعرض ناشطون ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الأقليات في اليمن، وأكد الناشطون أن الحركة الحوثية أيديولوجيا مرتبطة بسلالة معينة وفكر ديني طائفي، وأن الحوثيين ليسوا مشروعا وطنيا يمنيا بل هم ذراع من أذرع إيران في المنطقة العربية. واستعرض الناشطون الانتهاكات التي طالت أقليات اليمن وتسببت في تهجيرهم، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي منطقة في اليمن وصل إليها الحوثيون إلا ودفعت ثمنا قاسيا من دماء أبنائها وساكنيها. واعتبر ناشطون قيام الميليشيات الحوثية بإعدام 9 أشخاص بينهم طفل عملا غير مشروع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي للتوقف الفوري عن أحكام الأعدام الوحشية. من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني يحيى العابد. أهلا بك معنا سيد يحيى إلى هذه الساعة. يعني الممارسات الوحشية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وما شهدناه قبل يومين في عملية إعدام التسعة وهذه الانتهاكات المستمرة، إلى أي مدى هي يعني تعزز من العنصرية، تعزز من الطائفية، تزيل مبدأ التسامح بين المجتمع اليمني؟ بداية تحية لك ولمشاهديكم الكرام. طبعا من المهم أن أشير في البداية إلى أهم أو أول هدف من أهداف الثورة السبتمبرية المجيدة، ثورة 26 سبتمبر الخالدة 62900 ألف، التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الامتيازات والفوارق بين الطبقات. هذا الهدف الذي ترسخ في أذهان الشعب اليمني كأبرز وأول أهدافه كان ما طبق بعد ثورة 26 سبتمبر فعليا وعمليا، وتعايش الشعب اليمني في إطار مستوى واحد، لا فوارق ولا طبقات ولا امتيازات. عندما جاء يوم النكبة، يوم النكسة، يوم اللعنة التي حلت على الشعب اليمني من خلال هذه العصابة الإجرامية الكهنوتية السلالية الإرهابية العنصرية، استعاد فعلهم وممارساتهم إذكاء هذه النغمة التي نسيها الشعب اليمني. فالحوثيين ينظرون على نفسهم بأنهم الهاشميين الأوحد في اليمن، وهم جزء من منظومة إيرانية أدخلت المذهب الاثني عشري الغريب والبعيد عن الشعب اليمني والذي لا يتلائم مع هويتنا ومعتقدنا. الشعب اليمني يعيش على تركيبته الاجتماعية هي زيدية وشافعية، وفي هذا الإطار تعايش الشعب اليمني وكانوا موجودين في كل مفاصل الدولة. لكن عندما أتت هذه العصابة الإجرامية واختارت من هذه النطفة على أساس أنهم يمثلون البيت وآل البيت، كان هناك المشكلة التي أذكت هذا الصراع أو هذا الجمر الذي كان تحت الرماد وأصبح أحد أخطر الجوانب التي نعاني منها الآن وسيعاني منها الشعب اليمني إذا ما كان هناك سلام أو انتهت الحرب. لأنه في مقابل الممارسة السلالية الخبيثة من الحوثيين ضد أبناء الشعب اليمني، تجد هناك أطراف أخرى تمارس العنصرية وبدأت بفعل ورد الفعل وأذكت هذه العنصرية المقيتة الذي لا يرتضيها الشعب اليمني. الحوثيين بعد اغتيالهم وإعدامهم في مذبحة التحرير للتسعة أبناء تهامة الشرفاء الأحرار، بدأت في ناشطيهم في شبكات التواصل الاجتماعي يتكلمون عن الفئة المهمشة الأخدام إنهم قتلة ومجرمين ويجب إبادتهم. وقبل أشهر قليلة كانوا يسمونهم أحفاد بلال وأنهم هم الأبطال وأنهم حتى يجروهم في 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 جبهات القتال في إطار خبيث. نعم. الأخبث في الموضوع، ثواني فقط يا أستاذة، الأخبث في الموضوع أن الحوثيين يدعون أمام العالم أن هناك أطراف تعاملهم بالسوء ك
كأقلية، بينما هم من خلال موقعهم في السلطة التي اغتصبوها من يمارسون هذا الفعل الإجرامي الخبيث الذي يدينها الشعب اليمني ويرفضه، وأتمنى أن يتجاوزه من خلال وعي المثقفين والنخب الاجتماعية في البلد. نعم. تفضلي. طيب كيف يمكن لليمنيين أن يقبلوا بأن عائلة واحدة هي من تقود ما يحدث الآن في اليمن وتسخر الجميع يعني لخدمتها؟ كيف يمكن أن يقبل المجتمع اليمني ذلك؟ المجتمع اليمني رافض جملة وتفصيلا هذه الممارسات. الشعب اليمني من خلال استطلاعات الرأي حتى الذي أظهرتموها في قناتكم رافض هذه العصابة جملة وتفصيلا، لكن ما حدث من ممارسات، من عملية ترهيب للشعب اليمني، من عملية إذلال، من عملية تهديد بانتهاك أعراض اليمنيات إذا لم يسيروا هؤلاء الرجال بعد إرادتهم، وحدثت مع أحد المعدومين الشيخ علي قوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة الذي يعدم أبسن الأول في التحرير، هددوه إذا لم يوقع على الاعترافات الذي قالها أنه طرف في 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 في, في مقتل صريعهم الصماد أنهم سينتهكوا عرضه. هناك ممارسات خبيثة وهناك حقارة وأسلوب دنيء يمارسون كل الفظائع التي لا تخطر على بال في ترهيب الشعب اليمني، ابتداء من إذلاله بمرتباته وانتهاء وصولا إلى أعراض الناس. كل هذه الانتهاكات الإنسانية من طيب سيد يحيى، كل هذه الانتهاكات سواء كانت إنسانية، تغيير فكر وأيديولوجية وثقافية في اليمن، حتى وإن كان هناك حديث عن سلام، حتى وإن حدثت هذه الخطوة في سنة مقبلة، في خلال أشهر، خلال سنوات، من معني بأن يعالج كل هذا الضرر الاجتماعي في اليمن؟ أعتقد أنه أقولها بأمانة، دور النخب الاجتماعية والنخب المثقفة أنهم النغمة هذه الخبيثة التي تسيطر بين الطرف، هناك يؤمن أنه ابن الله وهو من يجب يحكم، وطرف يقول أنت متورد وغير يمني وألغى هويته اليمنية، في مشكلة حقيقية. ولكن وهذه المشكلة على فكرة، وإلغاء هويتهم والتهديد بتهجيرهم من مسميات تسمى بالأكيال أو غيرها، هذه أثرت وجعلت الحوثي يقول للأسر الهاشمية انظروا ما ينتظركم من خبث هذه الجماعات وما إلى ذلك، ويستميلهم إلى جانبهم، وعززت من وجود الهاشميين مع هذه العصابة الإجرامية. عدم التعامل بوعي أن هناك عصابة حوثية سلالية عنصرية إرهابية اسمها الحوثي هي خصم الشعب اليمني الوحيد، هي المدخل الحقيقي للخروج من هذه المعضلة والوصول إلى نتائج قد تلبي تطلعاتنا في أن نعيش في بلد آمن ومتعايش. شكرا جزيلا من القاهرة المحلل السياسي اليمني يحيى العابد، شكرا جزيلا لك. هذه الساعة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. قناص حوثي يستهدف طفلة في تعز، وألغام الميليشيات تصيب مسعفيها. الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف، كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي، دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث.
من قلب الحدث بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلاً بكم من جديد. قالت مصادر يمنية إن الميليشيات الحوثية أجبرت سكان صنعاء وبقية المدن التي تخضع لها الأهالي على دفع الجبيات المالية لتغطية مناسبة ذكرى 21 سبتمبر التي يعتبره اليمنيون يوم نكبة. وتستغل الميليشيات المناسبات الطائفية الخاصة بها لنهب اليمنيين الذين يعانون وضعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا مع توقف صرف المرتبات منذ سنوات. يواصل قناصة ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تحاصر مناطق متفرقة من محافظة تعز ارتكاب جرائمهم واستهداف المدنيين بما فيهم الأطفال. الطفلة نسيبة ابنة مديرية مقبنة لم تشفع لها طفولتها وتجنبها رصاص قناص حوثي استهدفها بينما كانت ترعى الأغنام بجوار منزلها. محاولات إسعاف الطفلة تعرض خلالها شابان إلى ألغام حوثية تسبب انفجارها في إصابات بليغة لهما. قناص الحوثي برصاصة دخل من هنا وخرج من هنا على طول. بعدين تجاو صيحوا لحنا وإحنا بالبيت هنا رعاو غنم ترعى غنم هي مع جدته. بعجاو صيحوا لحنا وهي قاية يقول لك مقلوبة دم تنزف دم تطرش على ما هي الدم. الأخت نسيبة عبد القاسم صالح قنصت من قبل ميليشيات الحوثي وهي ترعى الأغنام في مديرية مقبنة عزلة العبد الله، وكانت هي ترعى الأغنام فقامت ميليشيات الحوثي بقنصها وكان متواجدين 2 شباب قاموا لكي يذهبوا بإسعافها، ولكن شاءت الأقدار فكانت ميليشيات الحوثي قد زرعت ألغام حول هذه الطفلة فانفجر الألغام بهذا الاثنين الذين حاولوا إنقاذ الطفلة وما زالوا الآن في العناية المركزة. أحدهما فقد أطرافه والثاني في كسور بعدة أطراف وفي الصدر وفي الوجه. وسط التوترات مع إيران تختبر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية عبر قوة المهام 59 تقنيات جديدة ذاتية التشغيل في الجو والبر وتحت الماء تهدف إلى الدمج السريع للأنظمة المتقدمة المستقلة مع العمليات البحرية والساحلية ضمن مسؤولية الأسطول الخامس
التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس. وحسب الإعلان الرسمي فإن الشرق الأوسط يمثل بيئة مثالية مليئة بالتحديات المناسبة من الناحية الاستراتيجية لمثل هذا الابتكار. معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قال إن تحول إيران إلى قوة إقليمية في مجال الطائرات بدون طيار يشكل تحدياً جدياً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وأن العقلية العدوانية والترسانة المتزايدة يمنح إيران الوسائل والدافع لمراقبة عمليات قوة المهام 59 عن كثب وربما تعطيلها. ولعل الأهم من ذلك كله، حسب تعبير المعهد، أن إيران ستعتبر قوة المهام تحدياً لقدراتها الجديدة في مجال الطائرات بدون طيار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن مفاوضات فيينا ستبدأ من جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة. الخارجية الإيرانية قالت إنها أبلغت ألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالقرار، مشيرة إلى أن المفاوضات ستكون ضمن النقاشات مع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات نيويورك. نظمت المعارضة الإيرانية مؤتمراً في واشنطن بحضور شخصيات أمريكية بارزة مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وركز المؤتمر على تحميل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مسؤولية قتل أكثر من 30,000 سجين عام 1988، ودعا المتحدثون والمشاركون واشنطن إلى الاطلاع بدور قيادي في تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في المذبحة ومحاسبة رئيسي الذي كان عضواً في ما يعرف بلجنة الموت. وبالعودة إلى موضوع اليمن وتحديداً مسألة الجبايات من المواطن اليمني، معنا من القاهرة المحلل الاقتصادي عادل شمسان. أهلاً بك معنا سيد عادل. سيد عادل، يعني الميليشيات الحوثية لم تترك أي مناسبة إلا وتطلب دعم وتأخذ الجبايات من المواطن اليمني، هذا بالرغم أن هم لحد الآن يعني بعض القطاعات لم يتم دفع الرواتب فيها مثل رواتب الموظفين في القطاع العام، نتحدث عن المدرسين، نتحدث عن بعض الذين يعملون في القطاعات العسكرية. من أين يأتي اليمنيون بمثل هذه الأموال، أو كيف يقاومون هذه الطلبات الحوثية المتكررة بين حين وآخر؟ مساء الخير سادة هاني لك والجميع المشاهدين. حقيقة أنه نعرف أن غالبية الآن أول شريحة مهمة يعني من التعداد السكاني يعتمدون على المغتربين، أبنائهم المغتربين في الخارج. هذا الدعم الذي يصل يتشارك، كان في السابق المغترب يصرف فقط على أهله المقربين، الآن بات يصرف على أكثر من أسرة، وهذا واقع استطيع المهتمين البحث في هذا الموضوع وإدراك معنا أن المغترب أو المغتربين الآن يسهمون بشكل كبير في مساعدة أهاليهم في الداخل، وليس فقط المقربين بل أكثر من ذلك. وبالنسبة لموضوع الجبايات، يعني سأذكر مثالا واحدا فقط، للحصول على اسطوانة غاز يجب على من يذهب ويحصل على اسطوانة الغاز شهريا من المشرف الحوثي، يجب أن يدفع أيضا مبالغ دعم للمجهود الحربي.
هكذا يستغلون الناس ويفرضون عليهم هذه الجبايات. الناس تكد وتتعب وتذهب يعني في العمل. رأينا أساتذة جامعات يحملون المياه ويعملون كحمالين أيضا. هكذا بات للحصول على لقمة العيش ودفع هذه التكاليف الكبيرة التي فرضتها ميليشيا الحوثي بعد أن استولت على مؤسسات الدولة ونهبت البنك المركزي. نعم. وقادت أيضا نعم. عملية النهب الأخرى للمؤسسات وحولتها إلى سوق سوداء كبيرة. نعم. طيب أستاذ عادل، يعني 7 سنوات من عمر الانقلاب، الميليشيا الحوثية كيف دمرت الاقتصاد اليمني ونهبت البنك المركزي، التدمير الاقتصاد الكلي لليمن، كيف دفعت باليمنيين إلى يعني نحو المجاعة حتى الآن؟ وهل هذا ما يحدث الآن؟ مسألة إعادة إعمار ومسألة معالجة الضرر هل هي يعني مسألة سهلة؟ هي عملية صعبة بشكل كبير أكيد، لكن طبعا ميليشيا الحوثي خططت بشكل كبير يعني منذ سنوات وهي تخطط لهذا العمل، وكنا قد حذرنا في هذا المقام يعني نترحم على الدكتور عبد الكريم الإيراني الذي نبه لهذا وحذر بشكل كبير من المخطط الإيراني عبر ميليشيات الحوثي الإرهابية في داخل اليمن. عملية النهب المنظمة وأيضا في اتفاق ستوكهولم للأسف أيضا كان المشرف الإيراني موجود وفرض على ميليشيات الحوثي عدم القبول بأي تجاوب في الشق الاقتصادي وحذفه من الاتفاقية التي كانت موجودة، وهذا خطأ آخر مكن أيضا ميليشيا الحوثي من الاستمرار في هذه العملية. في الإجراءات أيضا التي قامت بها ميليشيا الحوثي في داخل صنعاء، الناس يقولون إعلاميا أن السعر الدولار ثابت في صنعاء، هي تستغل مسألة جهل الناس في هذا الموضوع واستمرار عملية النهب المنظم لا تدفع أي تكاليف يعني كبيرة، في المقابل يحصل الضغط على الميليشيا من دفع رواتب. عملية عدم دفع الرواتب يجعل تحكمها بال ما تبقى من العملة القديمة، والعرض الطلب الكبير على هذه العملة جعلها ثابتة أمام العملة الدولار، وأيضا مركزية الشركات التجارية والبنوك في داخل صنعاء واستمرارها هي تتحكم بهذا الموضوع. نهب 5 مليار دولار من البنك المركزي وكذلك العائدات التي تصلها من إيران وغيرها ومن بيع المخدرات، تتحكم في سوق العملة وعملية ضبطها فقط حتى تؤثر إعلاميا. شكراً. تقوم بعملية المضاربة في مناطق الشرعية. نعم. شكرا جزيلا من القاهرة المحلل الاقتصادي عادل شمسان، شكرا لك على هذه الإيضاحات، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، في أمان الله.